كل ما على اللون عم يصير أحلى. لازم ضل عم لونها أكتر لتصير أحلى. رح آخذ ورقة تانية. شو عم تساوي عندك يا بنت؟ ها؟ تعالي رح نروح مشوار صغير. ما فيني روح عمي، عندي شغل بالبيت. معقول لهلأ ما تعلمتي تسمعي كلمتي؟ تحركي قدامي عمي. ايه ماشي، معناها رح روح وآخذ هالشاب الصغير. تعالي يا ولد، يلا تعال لهون، يلا بسرعة، عمك قاسم رح ياخدك مشوار كتير حلو. خلص عمي ماشي، رح اجي معك بس اتركي يجي. هيك بدي اياكي، يلا تحركي، يلا لشوف. لوين رايحة يا جنية؟ روح على غرفتك ما رح طول. رجع عم شي؟ لا لسه ما رجع. لك أن وينها؟ كانت معي، جيت بالجنينة. ما ننهنيك، يجيت طلع على غرفته من شوي بجوز معه. بابا وينك هلا؟ إجا الوحش وأخذ البنت الجنية. طيب لوين راحوا حبيبي؟ على الغابة، مع إني حاولت كتير أحميها منه بس ما قدرت. طالما أنت قلت لي لوين أخذها فلا تخاف، أنا رح روح جيبها وارجع، اتفقنا؟ تحركي يلا، يلا امشي تحركي، لك خلصيني، يلا تحركي لشوف. طيب ليش ما عم تصدق إيه اللي عم قلك يا؟ مصدقك، ولأني متأكد جهزت لك هدية زواج مرتبة وبتليق فيكي. ها؟ وهي وصلنا، شو رأيك بهالهدية؟ قليلة الشرف. شو رأيك؟ يلا قولي لي لشوف، عجبتك؟ جهزت لك الهدية بإيدي أنا، احكي شو رأيك فيها؟